مركز الأقصى الرياضي هو المركز الأول والرائد والفريد من نوعه في الأردن وفي الوطن العربي بل والشرق الأوسط. مركز الأقصى خرج العديد ويخرج وله في كل يوم بصمة على رياضة الكيك بوكسنج الأردنية. أنا عبد الله بطل المملكة براعم. راشد محمد فرحان بطل المملكة عام 2010. فوان بن نضال العطاري وزن 45 كيلو جرام بطل المملكة. اسمه صايد ناصر أحمد بطل المملكة 3 مرات. اسمي إبراهيم أحمد جمعة عمره 14 سنة صار لي بلعب من 6 سنين بطل المملكة وزن 51 فئة ناشئين. بلال قناص ألعب في نادي الأقصى خدت بطل ثاني مملكة. اسمي راشد ناصر أحمد أبو كاف بطل مملكة 2009-2010 بالكيك بوكسين والتاي بوكسين 2011 وحامل حزام واحد ده. موسى محمد علي بطل المملكة ثاني جولة بطولة العرب. محمد الرسام محمد حسين لاعب منتخب وطني 2010 ودربت مركز الأقصى هيدي كابتن عيسى وكابتن محمد فرحان وصلت على برونزية كأس العالم في إيطاليا. أنا اسمي يوسف الجيان بطل المملكة سابقا وزن 75 كيلو جرام. معاوية أبو حماد كنت لاعب منتخب وطني حاصل على ميدالية ذهبية كأس عالم بطولتين آسيا أولمبياد آسيا داخل صالات مغلقة وبرونزية آسيا مارشال آرس آسيا وبعض ميداليات دولية كمان أخرى. أنا اللاعب علي أحمد خلف حصلت على الميدالية الذهبية في البطولة العربية وحصلت على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا وحصلت على الميدالية الفضية في بطولة العالم. كابتن مراد شلول حاصل على ذهبية العالم الكيك بوكسينج وعلى 5 ذهبيات عرب وعلى ذهبية غرب آسيا وحالياً أنا بدرب المنتخب الوطني الكيك بوكسينج وطبعاً من أحد تلاميذ الكابتن عيسى البصار في المنتخب الوطني. انزل فيها شوي.
مدرب في رياضة الكيك بوكسينج، مدرب منتخب وطني، شغلت مع منتخبين شباب وسيدات، حاصل على 5 دان كيك بوكسينج، 2 دان كونفو. أعمل في مركز الأقصى منذ تأسيس المركز منذ عام 1996 مع الكابتن عيسى أبو نصار، ومنذ ذلك العام لغاية 2011 المركز قائم على خدمة الرياضة الأردنية في عديد من المحافل الأردنية الداخلية والخارجية، ورافض أساسي للمنتخب الوطني في العديد من الأبطال أمثال علي خلف، معاوية أبو حماد، جاد الوحش. شعارنا هو الأخلاق أولا، ومساعدة الآخرين، وعدم الاغترار بالنفس، ودائما التواضع هو الذي يوصل البطل إلى القمة. ودائما ليس من أحرز بطولة هو بطل، ولكن من حافظ عليها هو البطل. دي عمرك رسالتي للجميع، أنقذوا أولادكم بالرياضة أولا، بالرياضة، وابحثوا عن المراكز المؤهلة علميا وعمليا وذو سمعة طيبة، وعليكم بمركز الأقصى الرياضي، شعاركم الأول والأخير في رياضة الكيك والتاي بوكسينج. بطل بالكيك بوكس. شو الله كفو.